انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده. انا بقيت حاسه كده ان انا عايشه في سيرك. في ايه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح وانا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزين افوق عشان ايه بقى ان شاء الله؟ كنت هشوف ايه حصره. انت ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي دره وتخليني على ذمتك هتلاقي مطره تانيه خالص غير اللي كنت تعرفها، مطره مصحوبه برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انت بتهددينا يا مطره؟ يكون في معلومك انا لغايه دلوقتي ماشي في سكه تراضي ما بيننا عشان عظم التربه، ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغها يا مطره هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، هخليك تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني، طمني اوي، انا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في دم اديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قررت انها يعني الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقول لي روح طويها وارميها في اي صفيحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا افهم، البت دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. اعدى انا كل ده بقى؟ لا، تعديه ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، ما تعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي يا واد. انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني؟ يا ابني الهداوه، افهم، الجوازه دي اكبر كف للحكومه. بقول لك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكله لك مخك. بالله عجبان؟ عجباني، انما بقى واكله مخي ليه زياده حبتين؟ بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها يا معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هما مستنيينه. عاوز نصيحه ابوك، اوعى تسيب عظمه وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطة أي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض ولا احمر؟ ابيض ولا احمر؟ قول لي فين بيت العسكري مغاوري؟ العسكري مغاوري؟ الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني، حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي. ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. وارمي السيجاره اللي فيها دي.
ارمي السيجارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حاجة يا اخويا؟ العسكري مقاول. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شوية. طيب ممكن تديله خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. اسف باشا. اسف باشا. طب عفوا يا باشا. على مهلك. ازيك يا باشا؟ تعالى قوم يا ابني. نام. قوم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوري. الله يسلمك يا باشا. اجري يا بنت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. لا ما لوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اوعي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعه. حاضر يلا. وانا قوم قوم قوم. تعالى تعالى قوم. خطوة عزيزه يا باشا. يعز مقدارك يا مغاوري. أنا لما عرفت إنك مديت أجازتك قلقت عليك أو سألت عليك، قالوا لي إنك تعبان، قلت لك أطمن عليك. آه يا باشا، ده والله الواحد ما فاهم، حلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا يا باشا. آه والله رجعت 100 سنة لورا. عيالك دول يا مغاوري؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré de grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان أربع أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح، وبلدكو قدر إنها يعمل طفرة في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le moins cher et le plus facile à transporter. النهاردة التراميدول ظهر بقوة في السوق وقدرته على المنافسة بقت أقوى بكثير، خصوصا إنه الأرخص سعرا والأسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect. And this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité. إحنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودرة وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامة جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان، لازم نبقى واعيين كويس قوي إن أي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الأحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans les quartiers où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient comme il était. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول، وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح والمضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وتت يا باشا زي ما تكون نحاست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش، وقعت زي ما سعادتك شايف كده. لسه بتضرب الجواب ده يا مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا، خلاص ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان الحياه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه.
تعرف يا مغاور انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلبعه ده، عشان كده قلت اتاكد. وديني اتاكدت. مكتوب يا باشا. ده مرض يا مغاور ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاور علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقه السوداء اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجه يا باشا؟ هو مغاور مزعل حضرتك في حاجه؟ لا ابدا، انا اللي متضايق شويه. اعمل لساعتك شويه نعناع يروقوا دمك. لا ملوش لازمه، انا ماشي. ما بدري يا باشا. مغاوري ما تقف على حيلك، اتصل بطولك بديني تمام في المكتب عشان في كلام بيننا لسه ما خلصش. أوامرك يا ياسر باشا. يا صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابله ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو المالطي ده قالك حاجه زعلتك؟ المالطي عايز يعرني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مره. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانت عارفه كده كويس. ايوه بس ده انت كده هتقعي من طول. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمراء من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اصله بطولي بدل ما اقع على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. خدي هتبقي فله. تعرف اللي حصل النهاردة ده يا خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. ما ده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس. بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودرة. عايزني اشتغل في الكيمياء. انا بتاع مزاجه بس. مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تهدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. تزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوع كبر خلاص وابنه اهوج. وابو سلمى جربناه وما نفعش. يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعه ما قلتها لي، مش لاقي لها ملكه. عضه معايا ومش سالكه. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا دي غير دي. التانية كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومه بتاعت النهارده دي ده جو خض، ده عيل دارسه. انت خلاص خطيت العتبه يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا. مش انت اللي بديعها؟